خاطر من العائله ديال خويا في بولندا. الله يكبر فيكم كيف كبرتوا بينا خويا. والله يعني عائله جايين نقصوا غير وين صدق راه كاسين دابا يلا تفضلوا. شكرا اخويا يونسو، شكرا الاخ عبد الرحمن. تحية للمتتبعين الاغاني مجان داخل المغرب او خارج المغرب. شكرا حكومتنا عبد الرحمن زيزا الهولندا وقيلا يديري لي هولندا. شكرا بزاف بزاف، شكرا على حسن الضيافه والله يخطيك. ومرحبا بالمتتبعين ديالنا حتى هما في هذا المكان هذا اللي مكان صراحه راقي في العروي. السلام عليكم. داخل المغرب ولا خارج المغرب، تحية للطبقرات اللي سحبها عربي بعد أخاسيا في المغرب. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة لشقة معروف الدراري اللي تدي في الريستورية، لأن من بعد السنة درين كذا يجي الواحد تغانيتي وعودت يعني تقريبا مشى حتى صغار صغار كل اسبوع تقريبا كنظن شي عاشي تجاره ولا مرات تغدى شويه تعجبها شويه. وبالنسبه يعني احسن منطقه اللي يقدر يزورها بالنسبه للعائلات هنا في العروي هي هذه اخويا يونس. لا هي في الوسط اللي جا من عندها. انا كيما قلت لك البارح قلت لك فين غتمشي لو بغيت تاكل شويه. وانا هذاك الشيء اللي كاين شويه. الله يحفظك السي يونس، الله يحفظك، الله يحفظك الدري. انا ودري ايوا حنا راه كبرنا ليه الاصل طيب. السلام عليكم متابعين ديال قناه محبوبه مربوحه دي في. نتمنى لكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبنا العائله ديال مربوحه، خالتي حاده وعمي قدور وعم يونس، جبناهم يتبرعوا شويه راه توحشوا الكفته ديالهم توحشوا الحماسيه. عندنا الحوت في الراس هذه. رضينا رضينا رجعت معايا ساعه جاك النعاس. ها يا ودي الجماعه ديالك تنعس في الطوموبيل. نعاسه نعاسه الشاشات دابا ولينا نشوفوكم. فرصة سعيدة هذه. فكرك السيوس الله يعطيك الصحة. ديال النظر اللي بغى النظر متبعي ديالنا ان شاء الله. النظر عنده داك الشيء واعر. دريوش 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 خير النظر. قريب واحد الافتتاح جديد إذا كنتوا باقيين هنا تحضروا معنا في الافتتاح كما حاجة. أنا كنت غيوم أنا غنشدو صافي هذه هي الفرصة باش نكسوا معنا إن شاء الله. مرحبا نهار كبيرة. خاصة نديروا شي سيارة دريوش صافي. خريف دري واش خريف هذا؟ 31 كيلومتر اللي بقات ان شاء الله. اه هذه الاجابه اسيدي. مرحبا وشكرا. بصحة ان شاء الله. الله يعطيك بصحة. قدرة تعلم الوالد الرياضية. لا 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 عادي. عاد نزيد حوايج اخرين بالبعد. باش تشد الطريق. ايوه ديال الدري وشنو ديال الجدر الله
مرحبا بكم. صحة وراحة. مرحبا بكم. الله يعطيك الخير، الصحة.
يا ابو قاسم.